لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، مرحبا بكم يا أبنائي الطلاب بدرس جديد من دروس مادة لغتي للصف الرابع الابتدائي. الأستاذ خالد يعقوب من مدارس ابن خلدون فرع الياسمين. اليوم يا أبنائي سوف نكمل الدرس السابق أنواع المعارف رقم 2. بالأمس تكلمنا عن بداية ما معنى المعرفة وما معنى النكرة، ونكمل اليوم إن شاء الله. أولا نراجع المعلومات التي أخذناها بالأمس. ينقسم الاسم من حيث التعريف والتنكير إلى نكرة ومعرفة. فالنكرة هي اسم يدل على شيء غير معين، مثل درس، مدينة، طاولة. وهناك بعض الطلاب يا أبنائي يظن أن النكرة اسم ليس له معنى أو لا يدل على شيء. النكرة يا أبنائي هو اسم يدل على شيء ولكنه غير معين. عندما نقول طاولة، فهم الطالب الطاولة، ولكنه لا يدري أي طاولة موجودة. من مثلا نقول داخل الفصل هناك أكثر من 20 طاولة، لا يدري الطالب أي طاولة من هذه الطاولات، فهو اسم يدل على شيء غير معين. وأما المعرفة فهو اسم يدل على شيء معين، فنقول الطاولة، السعودية، عمر، هند، تبوك. إذن هو يدل على شيء، وهذا شيء معين للسامع، أي يعرف ماذا يريد القائل من هذا الاسم. وهي كما قلنا قواعد مهمة للحفظ، صفحة رقم 153. أنواع المعارف أخذنا يا أبنائي في الحصة الماضية نوعين من أنواع المعارف، وهو النوع الأول المعرف بأل، وهو الاسم الذي في أوله أل التعريف، يعني أي اسم جاء في أوله أل التعريف. وهذه قلنا أل التعريف سواء كانت أل شمسية أم قمرية، كلاهما صحيح، تدخل على الاسم فيصبح الاسم معرفة ويسمى المعرف بأل، مثل المدرسة، الحياة. وأخذنا النوع الثاني من أنواع المعرفة العلم، وهو اسم سمي به إنسان أو حيوان أو مكان أو أي شيء آخر ليميزه عن باقي أفراد جنسه. فمثلا اسم سمي به إنسان، أسماء زملائك في الفصل وأسماء عائلتك، محمد، محمد، خالد، سعيد، عائشة، فاطمة. أو اسم أطلق على حيوان، رجل عنده حصان سريع سماه سهم، أو قطة سماها القطة مثلا، إنسان، أو لمكان، أو اسم لمكان، الكويت، الأردن، مصر، أو اسم منطقة، حي المصيف، حي الياسمين، أو أي شيء آخر مثل عين الماء الموجودة في مكة المكرمة، زمزم. وهناك أسماء كثيرة وأعلام كثيرة أطلقت على سواء على إنسان أو حيوان أو مكان أو أي شيء آخر. ونبدأ يا أبنائي صفحة رقم 155، وأطلب من أبناء الطلاب فتح الكتاب صفحة رقم 155، وفي أعلى الصفحة أميز النكرة من المعرفة ثم أبين نوع المعرفة. يعني نقرأ الكلمة، هناك ثلاث كلمات، نقرأ الكلمة ثم نضع هل هي نكرة أم معرفة وما نوعها. ونبدأ بالكلمة الأولى، دولة. ما نوع كلمة دولة؟ هل هي نكرة أم معرفة؟
وما نوع هذه المعرفة؟ دولة عثمان، هل هو نكرة أم معرفة؟ وما نوع هذه المعرفة؟ الكويت، هذه الكلمة هل هي نكرة أم معرفة؟ وما نوع المعرفة؟ ونناقش، نبدأ لها. دولة، نلاحظ يا أبنائي كلمة دولة ليست علم ولم يأتي في أولها ال، إذن هي نكرة أم معرفة؟ نعم إنها نكرة. وما نوع؟ نكرة، خلاص إنها نكرة ليست معرفة. عثمان، عثمان معرفة أم نكرة؟ عثمان معرفة، أحسنتم. وما نوع المعرفة؟ أخذنا نوعين من أنواع المعرفة الآن، المعرف بأل والعلم. عثمان، نعم إنه علم. الكويت، نعم إنها معرفة وهي أيضا علم لمكان، علم الكويت علم لمكان، وعثمان علم لإنسان، ونرى الإجابات. نعم إذن دولة نكرة، وعثمان معرفة واسم، واسم علم، والكويت معرف بأل وهي اسم علم. نعم هي اسم علم لدولة. وننتقل إلى التمرين الثاني، صفحة رقم 155، ويقول التمرين الرابع: أحول الاسم النكرة إلى معرف بأل فيما يأتي. لدينا يا أبنائي مجموعة من الكلمات باللون الأحمر، ونريد أن نضيف لها التعريف لتصبح معرفة. ونبدأ بالجملة الأولى: اشتريت قصة قصيرة. نضيف التعريف فنقول ماذا نقول؟ نعم أحسن، اشتريت القصة القصيرة، اشتريت القصة القصيرة، ممتاز ممتاز. تدربت في مركز قريب، تدربت في مركز قريب. نضيف ال الى الكلمة الكلمات باللون الأحمر. نعم أحسن، تدربت في المركز القريب، إجابة جميلة جدا، تدربت في المركز القريب. والجملة الثالثة: زارنا ضيف عزيز، زارنا ضيف عزيز. نضيف التعريف للكلمات باللون الأحمر فنقول أحسن، زارنا الضيف العزيز، وهذه هي الإجابة مكتوبة. أجعل المعرف بأل نكرة فيما يأتي. هنا يا أبنائي طلب منا العكس، وضع الكلمات معرفة بأل ثم يطلب منا أن نعيد كتابتها بدون التعريف لنرجعها نكرة بعد أن كانت معرفة بأل، بعد ما إن كانت هذه الكلمات معرفة بأل سوف نعيدها نكرة. الجملة الأولى: خطفت الزهرة الجميلة. نزيل التعريف من الكلمات باللون الأحمر فنقول نعم أحسن، خطفت زهرة جميلة. نلاحظ يا أبنائي عند حذف التعريف نضيف التنوين، التنوين لا يلتقي مع التعريف، فإذا وضعنا التعريف نحذف التنوين، وإذا وضعنا التنوين لا نضع للتعريف، يعني التعريف مع الحركات العادية أو التنوين بدون التعريف. خطفت زهرة جميلة. الجملة الثانية: مررت بالطريق المزدحم. نعم أحسنت، مررت بطريق مزدحم. نلاحظ التنوين بدل ال، مررت بطريق مزدحم. وهنا كلمة زهرة وطريق كلمتين نكرتين بعد حذف ال التعريف. أقبل الطالب مستبشرا. نحذف ال التعريف من كلمة الطالب فنقول أقبل
نعم أحسنت، طالب أقبل طالب مستبشرا، أقبل طالب مستبشرا، طالب طريق زهرة كلها كلمات نكرة. أحسنت. التمرين السادس أيضا في نهاية صفحة رقم 155، أضع علما مناسبا مكان النقط فيما يأتي. وهنا يا أبنائي يجب أن تكون هذه الكلمات اللي هي الخمسة التي سوف نضعها في هذا التمرين كلمات علم أعلام وليست معرفة بال. نبدأ. السؤال الأول: من الصحابة المكثرين من رواية الحديث، من رواية الحديث، يعني نريد أن نضع اسم من أسماء الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا الصحابي يكون من المكثرين من رواية الحديث. نعم، من الصحابة رضوان الله عليهم من المكثرين من رواية الحديث؟ نعم أحسنت، أبو بكر الصديق، أبو هريرة رضي الله عنه، أو أبو بكر الصديق، أو لنقل مثلا عبد الله بن عمر، أو عبد الله ابن عباس، وكل هؤلاء الصحابة من المكثرين، ولكن طبعا أبو هريرة رضي الله عنه هو أكثر الصحابة رواية للحديث. إذن أبو هريرة رضي الله عنه، نعم، أحد العشرة المبشرين بالجنة. يعني لو وضع الطالب اسم أحد أي من الصحابة رضوان الله عليهم العشرة المبشرين بالجنة كانت الإجابة صحيحة. نعم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عاصمة العراق. طبعا هنا إجابة واحدة، ما هي عاصمة العراق؟ نعم، بغداد. بغداد عاصمة العراق. هو الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إجابة واحدة أيضا، أحسنت. القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبيب سعودي برع في فصل التوائم. طبيب سعودي مشهور، وهذا الطبيب حفظه الله برع في فصل التوائم في المملكة العربية السعودية، إنه الطبيب المشهور. نعم، عبد الله الربيعة. عبد الله الربيعة هو الطبيب السعودي الذي برع في فصل التوائم. أحسنت أحسنت أحسنت. ونذهب يا أبنائي إلى صفحة رقم 156 وأكمل الخريطة المعرفية الآتية، ونبدأ بالدائرة الكبيرة الملونة باللون الوردي. الاسم من حيث التعريف والتنكير. قلنا في الدرس السابق أن الاسم ينقسم إلى نكرة ونعم معرفة، ونكمل هذا الجدول ونساعد أبناء الطلاب بالإجابة. نعم، نكرة ومعرفة. النكرة هذا هو تعريفها، اسم يدل على شيء غير معين مثل مدينة، طاولة. والمعرفة نوعين كما ورد في الدرسين السابقين، المعرف بأل وهو الاسم الذي في أوله أل، الكتاب، المدرسة، السيارة، أو اسم علم وهو العلم، وهو اسم سمي به إنسان أو حيوان أو مكان أو أي شيء آخر ليميزه عن باقي جنسه، نقول مثل عمر، خالد، أحمد، زمزم، الكويت، مصر، الرياض، كلها أعلام. ثانيا، الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر، وهذه ثلاث أنواع من أنواع المعرفة: الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة والضمائر. ونبدأ بهذا التمرين التمهيدي. أثبتوا تعلمي السابق، أميزوا النكرة من المعرفة، ثم أبين نوع المعرفة. كلمة الحج، هل هي نكرة عن معرفة؟ وما نوع هذه المعرفة؟
كلمة عمر هل هي نكرة أم معرفة؟ وما نوع المعرفة؟ كلمة قلم هل هي نكرة أم معرفة؟ وما نوع المعرفة؟ طبعا الحج، نعم أحسنت، إنها معرفة، نوعها معرف بأل. عمر، أحسنت، إنها معرفة، لأنها أحسنت، لأنها علم. وأخيرا كلمة قلم، نعم إنها نكرة وليست من أنواع المعرفة. وهذه هي الإجابات. أبني تعلمي الجديد. أمامنا يا أبنائي مجموعة من أسماء الإشارة والضمائر، وطبعا تمهيد للدرس الذي سوف نأخذه، أنواع جديدة من المعارف. نقرأ الكلمات أولا. هذان، هي، هؤلاء، هذه، هو، أنتما، نحن، هذا، هاتان، أنتن، التي، الذي، الذين. أحلل. أصنف الكلمات السابقة بحسب الشكل الذي احتواها إلى مجموعات. طبعا واضح التمرين، تمرين بسيط. الكلمات التي كتبت داخل شكل المثلث وهي التي، الذي، الذين، التي، الذي، الذين، نضعها في السطر الأول من الجدول. والكلمات التي كتبت في الشكل السداسي، هذان، هؤلاء، هذه، هذا، هاتان، نضعها في السطر الثاني من الجدول. والكلمات التي كتبت داخل الدائرة هي، هو، أنتما، نحن، أنتن، توضع في السطر الثالث من الجدول. صفحة رقم طبعا 157. وهذه هي الإجابات. ومع نهاية هذا الدرس أبناء الطلاب، أتمنى أن الجميع فهم هذا الدرس، وأترككم مع لعبة جميلة من ألعاب الوورد وول. وهذا هو الرابط، يقوم الطالب بنسخ هذا الرابط في محرك البحث ويبدأ باللعب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.